السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الغاليين الحلوين الدكاترة والباش مهندسين طلاب سنة ستة، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تمارين يونت 8 الوحدة الثامنة ليسن 1 الدرس الأول. طبعا يونت 8 كان اسمها تايز اند جيمز، دمى وألعاب، وإحنا خدنا بقى الدرس واتكلمنا على الكلمات وكمان حلينا البوب كويز ده حليناه تمام. ودلوقتي هنبدأ مع بعض بسؤال الاستماع. اوكي، فهو بيقول لي هنا listen and circle، استمع وضع دائرة على the correct answer، على الإجابة الصحيحة from A B C or D. فيلا يا بطل نسمع النص. النص بيقول I'm Ferris، تشرفنا يا فارس. I'm in grade 6 وأنا في سنة 6. أنا عاوز أحل استماع أول بأول يا أولاد وأنا فاكر تمام. يعني مثلا أنا هاجي هنا، هو بيقول لي فارس از ان جريد، اقول له 6. اوكي، فارس از ان جريد 6، اول باول، حل اول باول، فارس از ان جريد 6 تمام. طيب تعالى كده هنا للسؤال الثاني، تعالى نكمل نص الاستماع. I always visit my grandma on the weekend، ودايما بزور تيتا في العطلة الأسبوعية. Last week، بس الأسبوع اللي فات، I found a box of my old toys at my grandma's house. أنا لقيت وجدت صندوق وفيه ألعابي القديمة في بيت تيتا. يبقى فارس found a box of his old toys. هو لقى صندوق فيه ألعابه القديمة. تمام. نكمل نص الاستماع، بيقول لي there was an action figure in it. in it فيه في الصندوق. كان فيه action figure، مجسم لشخصية كرتونية. تمام؟ يبقى there was an action inside the box، طبعا an action figure. واخر حاجة في سؤال الاستماع بيقول لي there was a train set too، وكان في قطر لعبة ايضا. when I was younger، وانا اصغر سنا، my favorite toy was a train set. يبقى فارس favorite toy was، اللعبة المفضلة لفارس كانت زي ما قلنا ايه يا اولاد، a train set. ويلا نحل خلاص كده، شكرا للاستماع، شكرا. تعالى بقى يا بطل نحل مع بعض سؤال تشوز. I played games with my friend yesterday. تمام، انا لعبت العاب مع صديقي امبارح. But he ate me. بس صديقي ايه انا؟ صديقي beat me، هزمني. اوكي؟ طيب to have a go. have a go يا ولاد يعني يجرب. to have a go on something، علشان تجرب شيء، means to try it، معناها انك تجربه، try. طيب I like a games for my action figures. انا بحب ايه العاب للمجسمات بتاعتي؟ making up، انا الف كده وابتكر واخترع. طيب I could go really fast، قدرت فعلا ان انا انطلق بسرعة. on my، على الايه؟ on my skateboard، على لوح التزلج. وبص معايا البوكس، البوكس عندك visit يزور، doll's house بيت الدمية، بورد لوح، كادلي figure. My name is Adam. I like inventing new things. اسمي آدم وبحب اخترع اشياء جديدة. Last month، الشهر الماضي، I made up lots of games. ابتكرت العاب كتير for my action figure. يبقى اول حاجة هنقولها figure، تمام، للمجسم. When I was young، ما كنت صغير، I loved roller blades and skateboards. أحببت حذاء التزحلق ولوح التزلج. My sister منال has a toy. طبعا هذا cuddly toy، عندها دمية لينة. It's soft and cute. I made up a for my sister's doll. I made up، وأنا عملت إيه لدمية أختي؟ هعمل لها طبعا doll's house. I made a doll's house، منزل دمية. طيب sometimes، احيانا we like to play a games. احنا بنقول ايه games يا اولاد؟ طبعا board games. اوكي، العاب لوحية. we like to play board games together. وتعالى على الترتيب. now roller blades، المفروض في هنا شرطة، المفروض. اوكي، now لوحدها roller blades. My old too small are for me. فهقول له my old roller blades، حذاء التزحلق القديم بتاعي. my old roller blades. ماله بقى حذاء التزحلق القديم بتاعك؟ are
too small. بيكون صغير جدا. Are too small for me. عليا صغير جدا عليا now الآن. Okay, my old rollerblades are too small for me now. طيب هنا بيقول لي did find what you the box in. طيب هتبقى what بعد أداة الاستفهام. هنجيب الفعل المساعد what did. طيب what did ايه؟ الفاعل what did you. وبعد كده اقول له what did you find؟ يعني ماذا وجدت؟ اوكي in the box. What did you find in the box؟ ماذا وجدت في الصندوق؟ طيب was toy your what favorite؟ حاضر هتبقى what وبعد أداة الاستفهام الفعل المساعد what was؟ ماذا كانت؟ وبعد كده اقول له your favorite toy لعبتك المفضلة. What was your favorite toy? What was your favorite toy? ماذا كانت لعبتك المفضلة؟ طيب تعال البنكتويشن. We didn't play board games very often. ما كناش بنلعب ألعاب لوحية كتير. طيب أنا ببدأ بإيه يا أولاد؟ بحرف كابيتال، فهبدأ بالدبليو كابيتال. We. Okay. Didn't عادية play board games very often كله عادي خالص بس في الآخر هعمل له full stop. ليه؟ لأن أنا ما بسألش، أنا بقول له معلومة. ما كناش بنلعب ألعاب لوحية كتير. وبص معايا على الإيميل، هو طلب إيميل لهاني. Okay. Write an email of about 50 words to your friend هاني علشان أقول له dear هاني أو hi هاني. طيب أنا هكتب الإيميل ليه؟ To tell him about your toys. تقول له على ألعابك. Your name is بدر، انت اسمك بدر علشان لما تيجي تمضي تحت كده تكتب بدر. طيب تعال بقى للايميل ادرس. Your email address is. ايميلك ايه؟ ايميلك اللي هو from badr@gmail.com. يبقى from badr@gmail.com. ده from من انا. طيب your friend's email address وايميل او عنوان ايميل صاحبك hani@gmail.com. يبقى تو الى hani@gmail.com. اوكي وهتتكلم على your toys العابك رولر بليدز والاكشن فيجر. يبقى ايه السبجكت؟ موضوع الايميل my toys الالعاب بتاعتي. my toys الالعاب بتاعتي. وهنا هقول له دير عزيزي واسمه، هو اسمه ايه؟ اسمه هاني، فاقول له دير هاني. تمام؟ دير هاني، عزيزي هاني. طيب ابدا بعد كده بقى اقول له هاو ار يو؟ كيف حالك؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام؟ I want to tell you about my toys، انا عاوز احكي لك عن العابي. I want to tell you about my toys. اوكي عايز احكي لك على الالعاب بتاعتي. قول له مثلا I visited، انا زرت my grandma جدتي and we وجدت my toy box صندوق الألعاب بتاعي. I found my toy box. تمام. There was كان في an action figure المجسم اللعبة. تمام. There was an action figure. I made up وأنا كنت ألفت many games ألعاب كتيرة for it لي. تمام. هو طلب مني roller blades و action figure. خلاص action figure استخدمناه. roller blades. I found أنا وجدت my
ruler blades but ولكن اه ولكن ايه they are too small هم صغيرين جدا for me علي now الآن okay but they are too small for me now بس هم صغيرين جدا علي دلوقتي I'd love to أنا أود أن I'd love to see أن أرى my cuddly toy الدمية اللينة بتاعتي again okay مرة أخرى ممكن تقول له I played أنا كنت بلعب I played board games ألعاب لوحية I played board games أنا كنت بلعب ألعاب لوحية with my brother مع أخي okay with my brother عايز تقول but he usually beat me بس دايما أو عادة كان بيغلبني مفيش مشكلة طيب أنا عاوز أختم ممكن أقول له what about you وماذا عنك أسأله بقى what about you وماذا عنك وأقول له كده علامة استفهام وبعد كده أقول له what was your favorite what was your favorite toy ايه هي لعبتك المفضلة خلاص خلصت هقول له تحت yours صديقك وهمضي اسمي هو الراجل قال لي ان انا اسمي بدر يبقى yours okay بدر ده الايميل ده الايميل يا بطل كتبناه وخلصناه Thank you for watching شكرا جدا للمشاهدة لان ان شاء الله السيشن الجاي حبيبي هنبدأ في lesson 2 في الدرس الثاني هو جميل جدا نرجع بقى نفتكر hide and seek الاستغماية والحاجات دي مبسوط جدا انك وصلت النقطة دي في الفيديو هتوحشني كتير لغاية السيشن الجاي وبكل اسف هقولك دلوقتي خلاص خلصنا سلام goodbye